وهاتوا نشوف شو رأي لجنة التحكيم. هالمرة رح أبدأ من اليسار ومن عند الأستاذ حسام أبو عيشي. كلنا يسار. أوعدك ولا يوم أنساك، هاي بداية الكلام أول إشي. أنت أنا بدي يعني أنت الجنتل العاشق، أنا هيك بدي أسميك. في اللي بتفرج على الساحر دائما بنتظر منه دائما إشي جديد، بتفكر الفقرة خلصت وروحه مطلع لك شغلة من كمه وشغلة من جيبته وشغلة من. أنت ليلة بتعطينا ألماز، ليلة لولو، ليلة أعطيتنا حبة العقيق هاي بقلبي. الله ياخدها، اللي ما بدها تسمع الأغنية وما تموت في دباديبك يا شيخ. أنت أسد من عرين الأسد يا محمد، الله يعطيك العافية. دكتور غاوي، في صديق موسيقي كبير جدا من الناصري اسمه بشارة خل، عنده سمع مطلق، وابنه صغير بتجاوز الثمان سنوات عنده كمان سمع مطلق ومطلق، لدرجة انه اذا بتطير نحلي بتوز بيعرف اي نغمة بتطير عليها، قد ما عنده هذا الولد موهوب بسمعه. ودائما بتحدث مع بعض وبقول انه المغني اللي بيغني صحيح هو المغني الذي يستمع الى النغمة صحيح ويتقنها في غنائها. وهذه الاغنية بالذات انا بصراحة ما بعرفهاش، مشان هيك انا سألت المايسترو حسام قبل ما يبدأ على اي سلم او على اي مقام، فقال لي على مقام الرصد، وبطبيعة الحال بعدين لما سمعناها هي على مقام الرصد، لكن انا كمان سمعت فيها من عند اندهلك اذا انا مش غلطان مقام اخر ينتقل الى مقام اخر، صلحني استاذ حسام اذا صح او غلط، مش مهم، على اي حال اعتقد هناك. وهون بالذات عند اندهلك هذه هي الدقة اللي سمعناها، لانه في بعرفش اذا صدفت معاه ولا هيك، اذا هي هيك وغناها هيك معناته هاي طلاقة فظيعة جدا في سمعه واتقانه، اللي مرة بيجي ثلاث ارباع درجة ومرات بيجي نص ربع بنزل دوتا اندهلك نص ربع درجة وبعدين بنزلها نص درجة، واذا هيك غناها وهيك موجودة. محمد أسد عندك سمع غنائي ممتاز جدا، أتقنت الأغنية الطربية الرائعة جدا اللي غنتها سعاد محمد، وشكرا. شكرا دكتور غاوي. وفناني أمل مرقص، شو رأيك اليوم بمحمد أسد؟ يعطيك ألف عافية وألف تحية لك ولكل أهل دير الأسد. محمد مزبوط أنت من بيت الأسد، لكن الاسم المتداول محمد عثمان حمود السميح. محمد بس عفو دار بالبلد عندنا انت تسال في دير عثمان. عثمان ما بقول شيء. محمد عثمان هو كان مغني، مغني قديم من اولى اوائل طلائعي الغناء العربي القديم، حتى السيد درويش كان يلحن له، فبلكي انت انبعاث متجدد للغناء الاصيل. قلت لك مره بتذكرني بطير تشبه النسر شامخ، مرات بترقب فريسته مركز بتطلع وعارف شو بده يقوله لجمهوره، مرات حالم عشقان والهان هيك شوي مستحي. ثقتك بنفسك جميلة على المسرح، دايما وقفتك فيها عصامية، تركيزك بالغناء جميل، العرب والأفلات حلوة كتير كتير، اليوم كان في حنية بغنائك كتير جميل، هذا الاشي كان لأغنية عاطفية. وبالفعل كيف قال حسام مثل الساحر، يعني كنت تطور مع كل بيت أكتر وأحلى وأحلى وتتألق حتى ختمت بشكل كتير جميل. فزعت، يعطيك العافية. تفضل دكتور. بس إضافة معلومة للجمهور الكريم، محمد عثمان زي ما تفضلت الفنانة أمل مرقص، هو والقباني وسلام حجازي هو بالذات عام 1887 مؤسسين المدرسة الموسيقية الحديثة في مصر، وبالتالي هما طلائع هذه المدرسة، وأتى بعدها المدرسة الحديث المتقدمة سيد درويش. في طرفة قريتها على كتاب لسيد درويش، كان سيد درويش حريص كتير على الحان وما يطيقش إنه المغني يغني على شور راسه، فمحمد عثمان في أحد الحفلات كان سيد درويش عم بيحضر، حدا عارف مدى السيد درويش يعني، عم بيأدي أغنية محمد عثمان، فصار يغني كيف هو بده صفرا السيد درويش، وأخذوه محاملة لأنه زعل ما قدرش يتحمل إنه محمد عثمان عم بيغير له الغناء، فما تعملهاش لنفرط. لا شو عملها أكيد. طب صفرنه. محمد كيف ممكن الجمهور يضلوا فاكرك بما أنك غنيت أوعدك دايما فاكرك؟
أكيد الإشي اللي راح أتذكره الجمهور هو أول إشي الموسيقى. اليوم تعرف إنه في عندك كمان تصويت، فهمت علي؟ إنه أكيد الموسيقى والغناية حلوة والإحساس المزبوط والموسيقى المزبوطة هي اللي راح تصل العالم وهي اللي راح تظلها بالذاكرة تاعت العالم. وحبيت أنوه كمان إنه أنا دائما بالغناء في زي ما بقولوا خيمياء بيني وبين الست أمل، دائما بنضل يا الله مش عارف ابتسامتك وانا اغني بتعطيني عن جد كثير معنويات عاليه. شكرا. بيعرفش يحفظ اسرار الكيمياء. لا بس هو بيستحق، وانا دائما بتبسم للي بيغنوا لان هن عم بيعطونا شيء حلو. شكر للجمهور وشكر لكل عن جد اللي دعمنا لحد هسه. بي اتش في الدم بدينا. شكرا محمد اسدي. شكرا لك محمد اسدي. شكرا لك. شكرا. هذا كان مشتركنا محمد أسدي، وهي كانت آخر أغنية طربية معنا لليوم. وأجا الوقت لنبدأ نغني فلسطيني ونزف العريس ونزينه ونسمع أغاني الحنة والعروس، وهالأغنيات الفلسطينية أكيد من تراثنا المزروع فينا. ومثل ما أجدادنا مشتاقين يسمعوا الأغاني الفلسطينية، كمان المتسابقين متحمسين كتير ليعيشوا هاللون الفولكلوري. ورح نفتتح بظريف الطول والدلعونة وجفرة وياها الربع. وبتعرفي إنه أغنية يا ظريف الطول تغنى فيه الفلاح والبدوي والثوري؟ طبعا أكيد. وقصة جفرة بتعرفيها؟ جفرة هي أغنية العشق الفلسطيني، يقال إنه اللي غناها زجال فلسطيني اسمه أحمد عزيز من قرية الكويكات، وهي قرية بجانب كفر ياسيف وأبو سنان. حب بنت من إحدى قرى عكا ولقبها بالجفرة تشبيها بابنة العنزة اللي جسمها مليان، وصار يتغنى فيها. وعلى فكرة أحمد عزيز هاجر وموجود بلبنان، واليوم مين جاي يتغزل بجفرة؟ اللي جاي يتغزل بجفرة وبدنا نتبك معاه مشتركنا القادم من سخنين سعيد طربي.